مساء الخير على أكيلة في كل مكان في العالم، وأهلا بيكم حلقة جديدة. شارع 30/6، لو تفتكروا من مدة كده سنتين مثلا ولا حاجة، كنت مبسوط جدا إن حد اهتم بالشباب وعمل شارع في مصر الجديدة كان اسمه شارع مصر. فكرة شارع مصر كبرت وبقت رسمي عن طريق الدولة، عن طريق صندوق تحيا مصر، وعملوا شارع 306. أوكي؟ ده موجود في كذا حتة في القاهرة وكذا حتة في المحافظات، معرفش لسه البلان. انا كنت حضرت بدايه الكلام عنه، وكان البلان انه هيبقى في محافظات مصر كلها. جينا النهارده في شارع 306 اللي في الدقي اللي عند وزاره الزراعه، واخترنا في رغيف. ليه في رغيف؟ لانه عامل افكار حلوه، عامل سواء العيش المقلوب ده او الفريك او الطاجن اللي مقفول بالعجينه او بالبط بقى والديك الرومي و شوية حاجات كده، أفكار حلوة إن أنت تطلعها من العربية دي. إلى جانب إن الشيف كان واخدة جايزة تالت، يعني المركز التالت في مسابقة شيف أفريقيا. أوكي؟ فالموضوع بطلة أفريقيا في الشيفات، مع فكرة جديدة، مع شارع بتدعمه الدولة، إن شاء الله تبقى حلقة حلوة. اللي ما بيحبش الأوانس فايته كتير. الله 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 يختي. وطلع الحاجات دي من عربية بالحجم ده، برافو برافو. شغل محترفين وتحفة. جنن بجد حلو. كان اللي عايز يعمل حاجة بيعملها أيا كان الإمكانيات. ازيك؟ الحمد لله. انت صاحب في رغيف. مظبوط. الاسم جه ازاي؟ انت عندك قسم سندوتشات وقسم طواجن. طواجن وفته وكده. هو حتى اشمعنى في رغيف؟ هي الفكره كانت انه العيش البلدي بالنسبه لي ده حاجه يعني من الكلاسيكيات المقدسه، والعيش البلدي طعمه حلو جدا. يعني ما يجي حد من بره مصر بيعمل ريفيو بيعجبوا جدا بالعيش البلدي. ففكرت ان احنا عايزين نعمل حاجه جديده. طب ليه نعمل حاجه جديده كلها مستورده من بره؟ ما نعمل حاجه جديده بحاجات موجوده هنا. كانت فكره الميكس، الحاجات اللي ما اتعملتش قبل كده ساندوتش تتعمل ساندوتش، زي الحمام، زي الرومي، زي البط اللي هو مش فكانت الفكره العيش البلدي كان الاختيار الانسب. ف ايه الاسم في رغيف؟ طيب انا عرفت ان الهيد شيف قريبتك، بنت خالتي. بنت خالتك. انتوا عملتوا المنيو مع بعض ولا انت قررت وهي جت نفذت؟ انا الفكره الاول كانت 5 سندوتشات او 6، حمام، نعام، بط، رومي، لحمه، فراخ، بس هم دول 6 سندوتشات. وعملت اعلان ان انا بدور على ماستر شيف، وهي اتصلت فلقيت رقمي اللي طلع. يعني هي بنت خالتك كنت بتعرفهاش؟ عارفها بس ما يعني هي ما كانتش تعرف انت بتعمل المشروع. لا لا، الماتشنج جه كده. ولما شافت نمرتك مش مسجله نمرتك؟ مش عندك؟ يعني الرقم ده اللي كنت حاطه عشان ده ليه علاقه بالشغل ده، فانا كنت حاطط رقم تاني.
فهي بتتصل فالمكان فين ففين ف... يخرب عقلك يا عم كده اوكي ما اتكلمناش بقى في مرتب ولا كلام غلط لا مين ده انت تلاقيك بتجيبها بلقمتها ده حقيقي انا عارف فكره طيب اوكي ليه اخترت شارع 306 ده مهم بالنسبه لي لما تبقى بتبدا في كارير جديد انا جديد في الاف ام بي فببدا فلازم حد تتسند عليه يعني ما ينفعش تاخد كل الحاجات وتحاول انا هبقى ما تاخدش الريسك لوحدك بالظبط فحد تتسند عليه وفي نفس الوقت يبقى سبورت فما أوكي. كانش في افضل من الفكره دي بتاعت شارع 306 اللي هو في اجزاء كتير هتبقى عليه فكره الكاش سيستم اصلا كله أوكي. هو براك يعني فالحاجات دي كلها فكره هي الناس ما بتدفعلكش هنا هي بتدفع في الكاشير في الكاش كول وانت بيدخل لك على السيستم بتاعك الفلوس بالظبط فتقريبا البي او اس بالهاسل بتاعه كله برايا لا بلاش تعقدني ايه بي او اس ده اللي هو نظام الدفع يعني اوكي برايا بيمنت حاجه سيستم بالظبط بيمنت اوبريتنج سيستم اوكي فبرايا فدي حاجه بتريح جدا فكره التصاريح والتراخيص هي صح. معموله فانت بتشتغل بتركز في ان انت تبدع في اللي انت عايز تعمله حلو نيجي بقى للنقطه بتاعه النو هاو انت كان عندك فكره نعمل بط ووز وحمام يعني مش وز بط وحمام ولحمه وكده بالظبط الطريقه بقى مين اللي عملها انت ولا الشيف الشيف طبعا هي يعني هي كومبليتلي يعني هي كان في الاول مرحله وهي دخلت بقى المرحله الثانيه التطوير عشان برضو يعني يبقى كل الناس تاخد حق. طيب بتستعمل حاجات مستورده ولا بلدي في معدل النعام طبعا مفيش نعام مصري احنا مفيش ولا حاجه مستورده اللي احنا بنستخدمه كل اللحوم بلدي بس النعام في مزارع نعام دلوقتي في مصر في مزارع نعام في مصر فعلا بس هي الفكره انك بتستنى تبيحه وبتخش تقول انا عايز كام كيلو فبتخش في ذبيحه مش بيذبحوا مش اول باول اوكي فاحنا دي بنحتاج يبقى عندنا بدايه استطلاع انت عارف دايما في الطيور مصمصه الرقبه دي جميله قوي طب النعامه رقبتها طويله دي بتمصمص دي بقى استغربت دي العكاوي بتاعتهم يعني قالوا لي عايز عكاوي قلت لهم فين اللي هي تبقى الرقبه عكاوي الديل قالوا لي لا ما عكاوي النعامه بدل الديل الرقبه بالظبط بس يعني لسه ما تشجعناش نخش في العكاوي عكاوي يا نعام دي غريبه لسه شويه هو على العموم انت المنيو بتاعك كله حاجات غريبه فيعني ليه لا يعني ما جاتش على دي طيب بص احنا يعني مش هناخد وقت طويل في الانترفيو خلينا نخش على الاكل على طول عشان هو ده المهم تمام جينا لاول فقره رغيف حمام بيحطوا فيه صدر الحمام وجايب لك الوراك كده يتعزعزها ومعاه بطاطس والديبنج بتاعها ورغيف ملبس ورغيف بط الملبس ده ايه دي لحمه سلو كوكينج مطبوخه على يعني مده طويله على نار هاديه ومعاها خل عنب وعصير عنب طيب ودي سلطات طماطم بالثوم بتنجان ومخلل فيري جود جانتي جدا زي ما اتعودنا بنبتدي الاول لما بناكل بايدينا بالكحول والغطنا بنجيبه بعدين ونطلع بقى ايه الحاجات اللي هناكل بيها السلطات وكده هحتاج بتالي شوكه بس يعني اوكي نبتدي باللي قدامنا ده وهو البط هو الرغيف الصغير البلدي مقلوب لجوه والخلطه اهي اهم حاجه انا شفتها طبعا الشبت انتوا عارفين عشق للشبت يعني يا رب ده ما يكونش فلفل حراق لان انا ما باكلش حراق ربنا يستر لا 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 حلوة طب ده ايه ده؟ ده دريسنج بالشبت برضو اوكي طب نجربه كده سميك
حلو قوي، حلو قوي. طماطم، لا يا جماعة حاجات معمولة بذمة جدا قوي خالص. حلو، عاجبني الفخارة اللي هم حاطين فيها دي، والبطاطس محطوط عليها اللي هي الخلطة دي، والعيش الناشف ده مش عارف ليه غالبا بقى عشان حلو قوي. نيجي بقى لدي اللي هي اللحمة سلو كوكينج. دي بقى عليها بقدونس بالشبت، فلفل الوان، طماطم، وطبعا مع خل العنب وعصير العنب مسكره سنه. دي مجرمه يا شيف، اللحمه دي مجرمه. وجايبين معاها طحينه. لا بس انا مش هحط طحينه، انا عجباني كده زي ما هي. طيب ونيجي على التالت، وهو الحمام في رغيف. طب اوعدك اخلص اكل واديك العظمه، اوعدك اهو. ده الحمام في رغيف، صدر الحمام اجمل حته في الحمام طبعا، والمصمصه اللي بيحب المصمصه. حاسس بيك والله، انا كنت زيك من 5 دقايق كنت هموت من جوع. حاجه واحده بس طعمهم يجنن، معرفش ده عشان طلعوهم لي من مده ولا ايه، بس انا كنت افضل ان هم يبقوا ساقعين، بالذات الطماطم لو مش ساقعه بتضرب بسرعه. هما دلوقتي طعمهم حلو بس مسقعين. وخلطه البتنجان والطماطم بيتي قوي يا جماعه، دي مش خلطه شيف، دي خلطه ست بيت. اه ممكن هي تكون شيف بس يعني الخلطه خلطه ست بيت. حمام يجنن. وبيسيب لك بقى ايه الحته اللي في الاخر دي تمصمصها انت براحتك يعني. طيب هنقول اسعار في الفقره الثانيه، ونقول كمان الافكار الثانيه اللي عندهم.
نيجي بقى في الفقرة المهمة، طواجن بقى وحاجات كده ايه قليلة الأدب خالص. ماشي، أول حاجة قدامي ده طاجن فريك بالمزاليكيا. حد يقول لي عليه مزاليكيا أرد عليه وأقول له اللي هي كبد وأورانس الفراخ، وهي كلمة يوناني بيتهيألي مزاليكيا دي. المهم بقى ايه فريك. اللي ما بيحبش الاوانس فايته كتير، العضة بتاعت الاوانس دي جميلة قوي. بقدونس والفلفل الاخضر تحفة. تحفه. واللي عاجبني قوي انه بيقدر يطلع الحاجات دي من المساحه الصغيره دي، ده الجميل في الموضوع. طيب نخش بعد كده على طاجن الفته بالرومي بالديك. ناعم خالص. ده الصوص بتاعه صح؟ ده الصوص بتاعه معمول بكزبره خضراء وبتاع وحاجات كده، حاجات عجيبه. وهم حاطين منه اوريدي، انا بس بزود شويه. طماطم واضح جدا انها فريش اللي محطوطه على الطاجن من فوق. الله 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 الله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ What is this؟ الطماطم الفريش المعصورة على الوش عاملة كل الفرق، بجد عاملة كل الفرق. لا لا لا، ده جميل قوي الطاجن ده. ده جميل قوي قوي الطاجن ده. دي حاجة عمري ما عملتها، بس أنا هستأذن نهلة بعد ما أخلص نختم الحلقة على صورة كده أنا والشيف، لأنها جامدة. بس بتطلع الحاجات دي من عربية بالحجم ده، برافو برافو. طيب ناخد ده على جنب. التقيل ورا، التقيل ده بقى ده لحم نعام. طيب هنا ده بيسموها بطاطس بيتي. لذيذة، مش اختراع جامد يعني، لذيذة. فيها طعم الروزماري باين قوي، بس هي الشوكة بتكسرها، مش عارف دي كده تبقى مستوية بالزيادة يعني. بس طعمها حلو. دي كفتة رز اللي بنسرقها من داوود باشا دي صح؟ بس ما بتبقاش كده، بتبقى مدورة من جوه. انا مملحة على ذوقي شويه بالنسبه لذوقي، لان انا ما بحبش الملح كتير، مملحة شويه بالنسبه لذوقي يعني. اوكي. ده عشق يا جماعه والله، لو جيتوا جربوه مش هتبطلوه ابدا. بطاطا فرايز بدل بطاطس فرايز، بطاطا فرايز بس محطوط عليها ملح عادي، وكمان وهي مسكره وعليها ملح، انا بعشقها. ودي بقى يعني انصحكم بيها قوي في الشتاء لان بتدفي، ما انصحكوش بيها في الصيف. في الصيف دي في الشتاء وهم. معلش بعتذركم الهموش، احنا في اوت دور وده نور. نيجي بقى لهذا الكائن اللولبي، وهو ده الدبل يعني، حتى السعر اللي احنا هنقوله سعر الدبل. في سنجل منه، هو بس الدبل عشان يبقى ايه، ياخد حتتين نعام حلوين يعني، حتتين لحم نعام. وانا اقول سعره دلوقتي. لا انا عايز الكاميرا تيجي هنا بقى، مش هتعرف. صوص بني. هم عاملين كمان تحت الطاجن
وده عيبه بقى البلاستيك ده هيعذبني عشان اقطعها. عاملين تحت الطاجن رغيف بلدي عشان يسخن لو عايز تغمس. يا جماعة ده شغل محترفين، ده شغل محترفين. انا بقى مش هاخد حتة العيش اللي تحت، انا هاخد حتة العجينة اللي فوق واسقيها في الصوص. يا اختي يجنن يجنن. لا بجد I am impressed. لحم النعام مش أول مرة أدوقه، بس أول مرة أدوقه بالطريقة دي. ستيك كده بالصوص البني ده، برضو حاطين هنا روزماري. تحفة. برضو عشان حق بالنسبة لي أنا ملحها زيادة سنة. واضح إن شيفتنا كريمة بزيادة. بس بعيدا عن الملح، نشيل حته الملح كده على جنب لان دي اذواق. ودايما بقول في رايي لحمه ناعمه وتحفه تحفه. طيب هي جابت لي حاجه كده دوقها بتنزل مع كفته معينه. كفته المشويه عامله لها صوص كريز. انا ما طلبتش كفته الكفته المشويه، بس قلت ادوق صوص الكريز. مين قال انها لازم بالكفته؟ ما هي ممكن بالبطاطس. لا لا لا، المره الجايه لازم اطلب الكفته عشان اجرب الكفته بيها. فظيعه رهيبه. ده هاني ماسترد يعني اوكي، ما والصوص ده جربناه، ودي طحينه. طيب احنا كده خلصنا الفقره الثانيه. معلش بس الاكل لما بيبقى حلو ببقى مش عارف الفقره دي خالص. طيب نقول الاسعار. الفقره الاولى ساندويتش اللحمه ده اللي هو معمول بصوص بعصير العنب وبخل العنب، هما مسمينه ملبسه في رغيف. ده ب 49. شاورما البط في رغيف ب 55، والحمام في رغيف ب 99. الفقره الاولى برضو كان في البتنجان المتبل ب 10 والمخلل ب 5 والطماطم غالبا برضو ب 10. المهم الفقرة الثانية عندنا الشاورما رومي في رغيف. لا ما خدناهاش في رغيف، خدناها فين شاورما رومي؟ ايوه شاورما رومي خدناها فتة. لو في رغيف تبقى ب 49، في الفتة بنزود 20 جنيه تبقى 69. وكان كفتة سوري اللي هو المزاليكيا بالفريك. المزاليكيا لو في عيش بتبقى ب 29، بنزود ال 20 تانية بتبقى 49. أما هذا الأخ القاتل السنجل بتاعه ب 99 سواء رغيف أو طاجن، لأن هو معلوش حاجة، معلوش رز أو فريك، هو طاجن. فالصغير بتاعه ب 99 وده ب 198، ده الدبل، ده بيبقى فيه عدد أكبر شوية. وهي لحم النعام طبعًا غالي يعني. باين عندنا البطاطا 15، وفي البطاطس مش عارف فين البطاطس. وير از يور بطاطس؟ المهم يعني 15 برضه. كفته الرز ما قلناش فين كفته الرز. كفته الرز ب 25. وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. هتصور مع الشيف زي ما قلنا، بس عايز اقول حاجه. انبهاري مش بس بالطعم. يعني انا عاده انت عارفين ما بجاملش زي كفته الرز ملحه. النعام طعمه حلو قوي بس ملحه زياده شويه. ده بالنسبه لي انا دايما بقول رايي انا، لان طبعا الاذواق بتختلف. عمري ما بقول على حاجه وحشه، لان الوحش بالنسبه لي حلو بالنسبه لغيري. بس في حاجه بيبقى فيها صنعه وحاجه مضايقاك، اللي هو ده في صنعه وفي شغل. حاجه مضايقاني الملح زياده شويه على ذوقي انا، انما غيري ممكن يحبها كده. يعني انا لو جيت تاني للشيف هقول له اعمل لي نفس الطاجن بس خف ايدك من الملح شويه، بلاش الكرم الزياده ده. فان الانبهار مش بس في الطعم، والطعم حلو قوي. بالذات الفته دي انا مش بتاع فته، وتوقعت ان فته يبقى احس بالخل في بقي وانا لا خالص. وفكره الطماطم الفريش اللي على الوش بدل ما هي صلصه
ممكن قوي تستسهل وبرطمان ولو باظ الطعم. لا لا، الفريش مع الفلفل الالوان مع بجد حلو، مع الصوص اللي معمول مخصوص تحفه. فكون ان الكلام ده يطلع من حجم العربيه ده، ده انبهار يعني، زي ما بيقول لك شابو يعني، اللي هو انت ما عندكش مطبخ مجهز عشان تطلع كل ده، انت عندك حاجه صغننه، وده يثبت ان اللي عايز يعمل حاجه بيعملها ايا كان الامكانيات. اوكي، طبعا هم هنا عندهم امكانيات شارع 306 بكل الناس اللي بتجيب الدعايه والماركتنج اللي بتتعمل عشانه بحاجات كتير. ده كان حلم انا اتكلمت عنه من 4-5 سنين، قلت يا جماعه بدل ما الاحياء بتجري ورا الشباب في الشارع اعملوا لهم شارع. وكانت فرحتي، رغم ان انا مش انا اللي عملتها، بس كانت فرحتي لما شفت شارع مصر في مصر الجديده لو تفتكروا، كانت فرحتي لا توصف يعني. وزي ما قلت ايام شارع مصر هقول تاني، يا جماعه الدور جه على بتوع الفول، ودول ما تقدروش تغيروا مكانهم، لان الشعب كله اللي في المنطقه مرتبط بده، وهو رايح الشغل او هو رايح المدرسه او او او، فلازم تشوفوا طريقه تقننوا بتوع الفول في مكانهم، توضبوا بتوع الفول في مكانهم، لان المكان هو كل حاجه بالنسبه لبتاع الفول. ارجو ان انتم تكونوا استمتعتوا بحلقه النهارده. انا هضرب ايه بقى؟ هضرب دول. صباح الخير.